صح يا مصر. شايف ان دي حاجه محترمه جدا ان السيد الرئيس يكرم منتخب مصر رغم عدم حصولنا على كاس البطوله. ده وسام لكل رياضي في مصر ان رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل منتخب مصر. ده احساس ومشاعر ان جهد اتبذل من اللعيبه ومن الجهاز الفني ومن اتحاد الكوره. بنتمنى ان شاء الله المنتخب بالمرحله الجايه ان شاء الله في تصفيات كاس العالم ويكون بنستقبلهم. هم جايين من غانا ان شاء الله، هم واصلين كاس العالم. ما اعتقدش ان كان ممكن يكون في جهد عند اي لعيب من اللعيبه ما اتبذلش، بذلوا كل ما عندهم من جهد، ودي امكانيات لاعبتنا. ووصلنا للنهائي ده شرف لينا، كانت الناس كلها مش متوقعه ومش متخيله ان احنا نوصل النهائي. بقول الحمد لله ان ده نتاج جهد من اللعيبه، قتال وبطوله، وبنقول لهم شكرا فعلا شرفتونا. كوبر مستمر طبعا، في عقد مع اتحاد الكوره. كوبر وصلنا لنهاية افريقيا ونتائجنا في كاس العالم وفي تصفيات كاس العالم. بنسبه كبيره الجمهور ممكن يرجع طبعا بعد الحدث المحترم، وصلنا لنهاية افريقيا، محتاجين الجمهور. ولكن طبعا موضوع دوري صعب في الدوري لان تكافؤ الفرص، لكن ممكن زي ما المهندس خالد عبد العزيز صرح ممكن يبقى نسبه كبيره قوي. والكابتن هاني ابو ريده بيحاول كده ان احنا نلعب في كاس مصر بجمهور في المراحل النهائيه ان شاء الله.